الاسيك ميموزا وصلت لكيل بوركينابي من جهه اليسرى لياكا حذاري من هذه الكرات تمشي لي على اولى على اولى على اولى ويرفع كره خطيره جدا خطيره جدا على مرمى الحارس امين الوعد على الصوره تمشي من جديد كوليبالي أمامية يوسف غطي يوسف غطي يوسف هناك في الجهة اليمنى ميمارش ميمارش هكا ميمارش ميمارش وأمين الوعد غير معقول غير معقول حذاري من كرة الهدف حذاري من كرة الهدف يوسف دايو ترك المجال ياكي يرفع كرة والسودان يقومون بدور صناعة اللعب وإيصال الكرات لمعاد وكذلك الشرقي البحري بينما الصافرة هناك بطاقة وبالتالي ركلة حرة لفائدة الفريق في هذه اللحظات تدخل كان في قوة في هنا الخشونة قد تتسبب أمين الوعد يمشي بالكره للامام والتعجل لانه سجل اهداف اثر الركنيات اذا ستلعب هذه الركنيه دائما في القائمه الاول القائمه الاول القائمه الاول وسيسي معروف بركان تلعب الركنيات هنا على القائمه الاول نمساوي حد هنا نمساوي يلعب الكره الطوليه في اتجاه يوسف ودايو او لا لا حركه لم يكن لها اي داعي يوسف ودايو عموما الحكام ينصف حارس المرمى سيسي إذا سيسي ضربة الحرة وسط الكرة على العربي الناجي يرجع يغطي العربي يغطي مكان حمزة المساوي هذه خطيرة هذه خطيرة رد بالك رد بالك والركنية فيها ضربة مرمى نعم الحكام يقر ضربة مرمى مرت هذه الكرة مرة أخرى بسلام على العربي الناجي وعلى المساوي العربي مشى للجهة اليسرى يغطي المساحات والفراغ الذي تركه حمزة المساوي أمين الوعد الكرة الأمامية في اتجاه حارس المرمى سيسي دمويا يعيد الكرة لصليف إبراهيم كوليبالي يضغط لعب الشرقي البحري الشرقي البحري يجبر المدافع على إعادة الكرة لعبد السيسي من جديد توصل السليمان كوليبالي أمامية هناك عمر نمساوي يقوم بالضغط يفتك هذه الكرة العربي الناجي هنا لازم السرعة عوض التقديم الأمام فودايو يوسف فودايو يوسف فودايو الحكم يعلن على الخطأ يعني هنا ماذا أراد أن يفعل يوسف فودايو في مثل هذه الحالات تعيد الكرة لحارس المرمى هنا كان لازم إعادة الكرة لحارس المرمى هو حاول يراوغ في مكان صعب جداً